حرقة قلب دموع دنيا سمير غانم تغلبها في تكريم والديها. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. حضرت الفنانة دنيا سمير غانم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مساء الاثنين بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وهذه المناسبة الأولى التي تحضرها دنيا منذ رحيل والديها. جدا على التكريم والتقدير لمشوار بابي ومامي، وشكرا جدا لكل التكريمات اللي اتعملت في كل المهرجانات. حيث تسلمت تكريمهما في افتتاح المهرجان الذي تحمل دورته الحالية اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز. عايزه اقول لكل الناس اللي بتدعي لنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا، حبكم بجد هو اللي مصبرنا، شكرا جدا. الى ذلك لم تتمالك دنيا دموعها وهي تشاهد اللقطات التي تعرض لوالديها على شاشه المسرح احتفاء بتاريخهما الفني الكبير. ومقدما للمسرح المصري على مدار سنوات طويلة، كما دخلت دنيا في نوبة بكاء مطولة قبل أن تبكي مجددا على المسرح بعد تسلمها التكريم، وقالت كلمات مقتضبة للغاية غلبت عليها دموعها. ووجهت دنيا الشكر للجميع على دعمها وشقيقتها بهذه المحنة الصعبة. بعدها التقطت الصور التذكارية بصحبة وزيرة الثقافة وباقي المكرمين في المهرجان.